السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون، معلومات مؤكدة من وزارة الدفاع الوطني تفيد أن المتابعات القضائية اللي كانت باش يديروها ضد اللواء محمد قايدي تم توقيفها بأمر، طبعا كل شيء يمشي بالأوامر، بأمر من جنرال دروبي بعد الارتباك اللي حصل داخل صفوف الجيش وخاصة على مستوى القيادة العسكرية، نظرا لشعبية هذا الضابط، خاصة يقول واحد النوفمبريين باديسيين، مانيش عارف واش جاب النوفمبرية الباديسية عند لواء هذا الطراز هذا، ولكن راجل عن الشعبية والحس اللي كثر على جنرال قايدي أجبر الشنقريحة دروبي باش يتراجع على قرار توقيف وسجن جنرال محمد قايدي، وما على بالهم بلي السيد ما كان حتى شيء عنده، يعني ما يقدروا يجروا حتى تهمة يلفقوا واش بغاو، ولكن كانوا حابين يلفقوا له التهم كامل باش يكاموفليو يحالتوا على التقاعد على المعاش، يعني جاتهم عيب، فاهمين هما دي فويو ما يحشموا من والو، مي جاتهم يعني طيحه. جنرال 60 سنه، جنرال ماجور مثقف، دبلومات بالقناطر، كفاءه وكذا، يحال على المعاش ويبقى دروبي اللي ما كان والو، بن علي بن علي 92 سنه جاتهم له. في نهايه الامر التحقيقات توقفت، وجنرال قايدي راهو في الفيلا ديالو في برج البحري، طبعا جهه لابيروز، برج البحري جهه لابيروز ماشي جهه قهوه الشرقيه، الناس اللي يعرفوا المغرب هذاك فاهمين واش راني نقول. إذا مديرية أمن الجيش كما قلت بأمر من جنرال دروبي توقفت في كل ما يلزم باش يوقفوه باش يعني يتابعوه قضائيا. نفس الشيء بالنسبة للجنرال مقراني، هو ثاني راهو في لافيلا ديالو في تيلملي إلى حد الآن ضاربين عليهم النح. نذكر باللي الجنرال القايدي كان في وقت القايد صالح مدير او رئيس المكتب العام اللي كان يعطي له الدور انه ينسق ما بين مختلف الاجهزه الامنيه اثناء الحراك، هذا في وقت القايد صالح. القايد صالح هذيك خرج دعايه باللي الجنرال قايدي تعين على راس مديريه الامن دي ار اس، دي اس اس من بعد، يعني لانه خلف جنرال بشير طرطاي، لما هو كان على راس مكتب العام بيرو جنرال ينسق ما بين، تكلم بمهمة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية أثناء الحراك. وطبعا لما نقولوا يكون على خير سبيل القمع، طبعا لعب دور وسخ، دور وسخ بالرغم من إنسان مثقف وكذا وكامل، ولكن واحد اللي يقبل الأوامر تاع الجهلاء وهاك تشوف بعد يوصلوه، وسخوه وطيشوه، هاك وسخوه، راجل اللي عنده كفاءة عنده كذا منا، ولكن وسخوه، نسق روح دير اقمع الحراك وهكذا. بالك من هنا جات هذيك تاع الباديسية النوفمبارية، لأنه الباديسية النوفمباريين ناس أميين جهلاء، شنو جاب من باديس النوفمبر؟ قالها لهم غوجين ماشي انا، غوجين اللي قالها لهم رئيس مجلس الامه، قال لهم هذه كذبه كبيره، بن باديس عمر ما كان عنده علاقه بنوفمبر. هادو كانوا ضد الحراك، هذا ما يسمى بالباديسيين النوفمبريين.
قلت الجنرال قايدي توسخ وتسجل عليه التوقيفات اللي تمت اثناء الحراك والقمع الكبير هذاك اللي مس صفوف الحراك، هذا يتسجل على اللواء محمد قايدي. جميع من يلعب مع الفويوات وجميع من يلعب مع المسخين لازم يتمسخ، ما يقدرش يبقى نظيف وهو ما يلعب مع ناس مسخين. للعلم انه الجنرال قايدي من مواليد الجزائر العاصمة وليس من مواليد طبلات كما يدعي البعض، هذا حسب المصادر المقربة من وزارة الدفاع واللي حطاني في هالداخل مليح مليح. كان في المدفعية، كان في الارتيري، يعني أغلبية الأخطاء في الارتيري، ما كانش في المشاة، ما كانش في سلاح المشاة، كان في سلاح المدفعية. داير المصدر ديالنا يتساءل يقول لك كيفاش هذايا شارك في الارهاب كلاشنيكوف راكو هو تاع المدافع. كما يضيف مصدرنا انه جنرال قايدي عمره ما قاد وحده قتاليه في الميدان، يعني كضابط جنرال، ما في سي جنرال، مش كان تحت لانه هو ترقى جنرال في سنة 2011. من 2011 ما زادش قاد وحدات قتالية ميدانية، يعني من 2011 وهو في وزارة الدفاع الوطني، يعني 10 سنين عداها في وزارة الدفاع الوطني. في 2011 طلع جنرال، 3 سنين من بعد ما طول في جراد جنرال كان من محظوظين و اللي يتمتعوا بامتياز عند القيادة الوسخة عند الفويوات، طلعوا جنرال ماجور في 2014، وعنده يعني الفترة تاعو كامل في كإداري في وزارة الدفاع الوطني. هذا ما خلى الكثير من الناس يتساءلوا كيفاش صاب روحو على رأس مديرية الاستعمال والعمليات والتحضير، الاستعمال والتحضير. ناس استغربوا قال لك كيفاش صاب روحو. المهم هذا درس لكل الضباط اللي يحافظوا على نظافتهم واللي راهم يحتكوا ويخدموا مع واحد فويو كيما جنرال دروبي. لازم تحاضر على روحك، ما تكثرش، ما لازمش تمشي بعيد في الوسخ، لانهم هذو مسخين يحبوا يوسخوكم. وشوفوا مصير زميلكم محمد قايدي اللي يعتبر لما تشوفوا تنحلوا الوسخ تاع الخماج هذا اللي يخدم معاهم، يعتبر من العناصر اللي الجيش يفتخر بها، ولكن كمل مساره بالوسخ الاولى وطيشوه، يوسخك ويطيشك هكذا مدام الفويو، هادي عقلية الفويوات. ما نتكلمش مثلا على واحد كيما عمار بن حمر اللي وزير البروباغندا، من بكري موسخ تاع السكرات تاع هكذا تاع فساد تاع لا غالب عليه هو تاع الكول، ولا الكول الكول يوصل بنادم يعني الشيء اللي ما تقدرش تصوره، يرخصوا ارخص. بالحمر كان يتشرب كاس ويسكي، يتشرب كاس ويسكي، كاس ويسكي تشريه دير به واش بغيت، دير به واش حبيت. هاو تشوفوا كيفاش الراجل اللي كان معارض وكان مع الثوره الزراعيه ومع الفلاحين، انا عرفت هذا مع الفلاحين وتقدمي وكذا، ولا ارخص ما يوجد فوق وجه الارض. ها نطيشو. الور يا ناس ردوا بالكم الوسخ، ماهوش مليح الوسخ، ردوا بالكم منه، لان اذا فاتوا وسخوك وطيشوك فالو ما ينفع. ربي قد الخير لبلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله.